أنا قسنطينة، لو كانت لازم عليا نخير اسم ما بين ذوك الرجال العظماء اللي عندهم علاقة بتاريخي، بلا ما نتردد نختار ماسينيسا. كنا في القرن الثاني قبل الميلاد، وكان مازال اسمي سيرتا، قلب العالم المتحضر، البحر المتوسط، كان يعيش الصراع ما بين روما وقرطاج. أنا كنت عاصمة نوميديا، والملك كان جايا. ماسينيسا وليد جايا ما ورثش الحكم بعد موت باباه، كان لازم يسترجعه بالقوة لمدة عوام وهو يحارب في صفوف الجيش الروماني، خاصة في إيبيريا. من بعد رجع الأرض أجداده، وهنا تلزم عليه يواجه سيفاكس، قائد آخر كبير سيطر على كل الأراضي وتحكم فيها. هذا الصراع كان قوي، سيفاكس تحالف مع قرطاج وماسينيسا ساعدت روما، وجات المعركة الأخيرة. ماسينيسا دعموه محاربين من جيش الروماني سيبيون، هكذا ربح ورجعني عاصمته من جديد. فترة حكم ماسينيسا كانت طويلة طويلة، كلها ازدهار. كان طموحه كبير، إفريقيا للإفريقيين كان يقول، وهكذا عمل طول حياته وبكل جهده باش يحقق الرفاهية والوحدة لشعبه. كان يصرح باللي هو صديق لروما، بصح يدافع بشراسة على استقلاله، طبع نقود وساعد القبائل الرحل على الاستقرار، طور المدن، الزراعة والحرف، قرب ليه المفكرين والشعراء والعلماء، وشجع الثقافة وتعلم اللغات خاصة اليونانية. نوميديا في حكمه صبحت بلاد يتقرا لها حساب. روما بدأت تخاف من هذه القوة الجديدة، وكي شكت باللي ماسينيسا كان ناوي يرجع قرطاج عاصمته الجديدة، كاتون كان يرافع في مجلس الشيوخ ويقول ديليندا كارتاكو، لابد نحطموا قرطاج. ماسينيسا كان كبر وصبح شيخ، راحت حيويته المشهورة. عام 149 قبل الميلاد قرطاج تحطمت بكاملها، وماسينيسا كان توفى عامين من قبل. وبحزن كبير الرعاية نتاعو بنولو معبد في دوغا، يقولوا باللي الضريح تاع سمعة الخروب هو قبره.